وينبض صوت الهدى في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام، مشاهدي برنامج مجالس من نور، والترحيب أكيد موصول لضيفنا فضيلة الشيخ حمد الكوس، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمدير المساعد في وزارة التربية. حياك الله أبو أحمد، قبل طاعتكم. الله يحييك بارك فيك، ونتشرف بهذا الاستضافة. الله يسلمك بارك فيك، طول عمرك. حقيقة بعد مضي هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، ويعني بعد والناس إلى الآن تبارك الله مستمرين في اللي صايم الست واللي استمر، دائما يتبادر إلى الذهن سؤال ماذا بعد رمضان؟ بمعنى أن احنا شنو العبادات اللي نستمر عليها، شلون نحافظ على المعدل الإيماني الجميل اللي كنا نعيش فيه من طاعات وقربات وقرآن وقيام وعمرة، وتبارك الله حتى أخلاقيات بعض الناس تعدلت في هذا الشهر الكريم. أسئلتنا كثيرة ومحاورنا عديدة، ولكن احنا عادة نطلع فاصل ونعود نستكمل معاك أطراف الحديث إذا تسمح لنا أبو أحمد. تفضل. جزاك الله خير. إذا متابعينا الكرام، فاصل ونعود بعد ذلك لنواصل الحديث الشيق مع فضيلة الشيخ حمد الكوس، الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كونوا معنا. سأمضي طريقي ولن أنثني، ولو هبت الريح لن أنحني. سأمضي طريقي ولن أنثني. حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام، وحيا الله ضيفنا الكريم الأستاذ والشيخ الفاضل حمد الكوس. حياك الله أبو أحمد مرة أخرى. الله يحييك بارك فيك، ونتشرف. الله يزيد الشرف. قبل الفاصل كنا قاعد نتكلم فعلا ماذا بعد رمضان، استمرار الناس بمنافسة هذا المعدل الإيماني، شوقهم للعبادة. حتى كانت رسائل آخر رمضان حزينة، راح نودع المساجد، راح نودع القيام، راح نودع القرآن، يعني فيها نبرة حزن و يعني انفكاك تام بين العبادات وبين رمضان. ليش ربطت الناس بين العبادة ورمضان؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن موضوعنا موضوع مهم جدا، موضوع فيصلي خصوصا للناس. أغلب الناس فضل الله سبحانه وتعالى في رمضان تمتلئ بهم المساجد، تجدهم ما شاء الله يفتحون المصاحف يحضرون. شاهدنا هذا العام صراحة أنا شيء أنا ما شفته من قبل، حتى في دول العالم إقبال فضل الله سبحانه وتعالى. والله مع هذه الأحداث وهذه الفتل قاعد تصير في الأمة، أجد ولله الحمد عودة كثيرة من شبابنا وشيبنا وكثير من يعني إخواننا المسلمين في كل مكان. الحمد لله. فهذه لابد أن نعي أنها لابد أن تكون قضية مستمرة. يقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة ليس لها وقت فقط ينقطع فيه الإنسان ما دام في الحياة، وإنما يستمر في العبادة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال أدومها وإن قل. وكان كما ورد في الحديث أحب العمل إليه ما كان ديمة، يعني يستمر على الإنسان. فلو أنك تستمر على عمل بسيط ما تنقطع أحسن من أنك أنت تقعد مرة بالسنة تفتح المصحف تختم لختمتين ثلاث طول السنة ما تدري عن القرآن، ما تدري عن الصلاة، ما تدري عن المسجد، ما تدري عن الذكر، ما تدري عن العبادة والطاعة والصيام وغير ذلك. لذلك قضية الاستمرار هذه علامة قبول كما قال العلماء، فإن من علامة الحسنة الحسنة بعدها. وإذا الله عز وجل وفق الإنسان لعمل صالح يكافئه بأن يعطيه المزيد من الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. فالاستمرار بالطاعات والقربات هذا دليل على خيرية الإنسان ودليل على تزكية نفسه. ولكن أحيانا الإنسان بعد رمضان يصاب بشيء من الفتور. أيوة توني بقول لك. أيوة. هذا شيء طبيعي، أنت في رمضان عندك يعني تفرغ وصيام وجو إيماني كامل مشحون يعني، والأعمال الصالحة يعني تطير الإنسان إلى العلو، صدقات وزكاة. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان ينقطع بالمرة بعد رمضان. وإن حصل بعض الانقطاع لابد الإنسان أن يعود إلى الجادة مرة ثانية. كيف ممكن أن يعود؟ هذا السؤال يطرح نفسه. أولا أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد العبادة في وقت، وأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. بادروا بالأعمال فتنا
في قطع الليل المظلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل الله الثبات، فسؤال الله الثبات خوف الإنسان من أن ينقطع عن العبادة والطاعة، خصوصا الواجبات والفرائض، أضعها بين قوسين قضية الفرائض خصوصا الصلاة في المسجد، أداء العبادات، أداء القربات، حتى قراءة القرآن. الإنسان ما يقطع القرآن بالمرة، إنما يكون عنده كل يوم شيء ورد يقرأه كل يوم، لا يتركه ختمة يختم بها القرآن ما استطاع، نوافل، أداء السنن ما استطاع، لا ينقطع الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. فخوف الإنسان من أن يكون قد يعني يفجأه الموت في لحظة وهو مقصر مع الله سبحانه وتعالى، يدفعه للعمل، هذا يدفعه للعمل، رجاؤه لما عند الله، يريد الجنة، هذه الجنة تريد منك العمل في كل ليل ونهار. تخيل أنت عندك مزرعة، قول والله أنا بزرعها اليوم وبقعد باكر ما نساقيها، وبعد شهر بمشي وبخليها. طيب هذه المزرعة تريد منك سقي يومي، تريد منك تجهيز، تحضير، تأخذ الأشياء الموجودة في، أنت الآن في هذه الدنيا في كل لحظة وفي كل وقت في مزرعة، الدنيا مزرعة الآخرة، تحتاج منك بعدد أنفاسك عبادة وطاعة وقربة وذكر وشكر لله سبحانه وتعالى. إذن قضية الخوف والرجاء، الله عز وجل ماذا يقول الكتاب الكريم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويشربون الخمر وغير ذلك ويخافون ألا يتقبل منهم؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل. فخوف الإنسان من عدم القبول هذا أمر مطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى من ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، وبقدر ما تخاف الله سبحانه وتعالى يقربك الله عز وجل ويتقبل الله سبحانه وتعالى منك. يمكن بعض الناس يقول إيش دعوة شيخ حمد، الله غفور رحيم، والله راح يغفر لنا، والله راح يتوب علينا، ليش هالتشدد دائما أن لا الله ما راح يغفر لك، الله راح يدخلك النار؟ التوازن في هذه النظرة كيف تكون؟ ما في شيء في الدنيا يقول لك الله غفور رحيم واتكل بدون عمل. هذا الأمر أمر خاطئ. لو كان الإنسان عنده حسن ظن بالله لطرق أبواب المغفرة والرحمة ثم بعد ذلك قال إن الله غفور رحيم. أما الإنسان ينقطع عن العمل الصالح ويقع في الموبقات والكبائر ويقصر في حق الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، الله غفور رحيم، ولكن قالوا إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شروط ها؟ نعم، وين إني غفار لمن تاب؟ أولا تتوب إلى الله، ومن توب إلى الله سبحانه وتعالى أنك أنت لا تقطع الواجبات والفرائض وتكثر من النوافل، هذه درجة ثانية. لغفار لمن تاب وآمن، حقق الإيمان، والإيمان كيف يتحقق؟ بترسيخ العقيدة والتوحيد في القلب وبالأعمال الصالحة ترفع الإيمان. غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، لابد من الأعمال الصالحة، فنحن لن ننجو إلا بأعمالنا وحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. سبحان الله، على ذكر الأعمال الصالحة، يعني بعض الناس عنده اعتقاد أنها ستنتهي بنهاية رمضان، طلع من رمضان ترك قيام الليل مرة واحدة، الصدقات اللي كان كل يوم مثلا يتصدق حتى لو مبلغ بسيط تركها، الصيام يعني والبي يصوم الست يمكن بعضهم ما يقدر يكمل، طبيعي ولا مو طبيعي؟ إنه ينقطع، أي ينقطع البتة. نعم، هذا لا شك أنه خطأ، انقطاع الإنسان هذا خطأ. فلا بد أن نعرف أن الإنسان المحب لا ينفك عن محبوبه، وقال بعض السلف علامة محبة الله كثرة ذكره، فبقدر ما تذكر الله عز وجل هذا دليل حبك لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد وفقه للمزيد وأعانه وسدده. فهذه لا شك أنها إما تكون قضية فيها الجهل بسبب جهل الإنسان بمفهوم العبادة والطاعة واستمرارها، أو بسبب داخله بسبب هذا الإنسان، بحيث أن
يتعبد فقط شاف الناس داشين مساجد موسم ما شاء الله خل نروح اليوم نسمع صوت فلان وعندنا ما شاء الله مساجد ضخمة كبيرة مراكز قرآن ايه نعم خل نروح اليوم نسمع فلان نسمع فلان لا لابد أنك تصحح نية أنا أسمع لكي أصلح قلبي أسمع لكي يتعبد تعبد لكي أرضى الله سبحانه وتعالى لا يهمني فلان ولا علنتان ولا يهمني ما يقول الناس هذه مهمة جدا بعض الناس آخر يوم رمضان إيش سوى أخذ المصحف يوم خلص 30 رمضان كان يقول هذا آخر عهدي الوعد رمضان الجاي لا شك أن هذا أمر خطير جدا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شكوى خطيرة خطيرة جدا 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 يوم القيامة ممن من خير البشرية وأعظم البشرية وخير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الشاكي هو محمد الشكوى تصل إلى من؟ إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ما فحوى الشكوى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا سطر واحد ها صحيفة الشكوى هذه ترفع إلى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يحكم فيها يوم القيامة مو هينة والله هجر القرآن معناته هجر مورد الإيمان هجر مورد اليقين هجر لأعظم كلام أعظم معجزة لم تحصل ولن تحصل أعظم منها جاءت من الله سبحانه وتعالى أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة ولم تأتي معجزة بين الأنبياء والمرسلين مثل معجزة القرآن الكريم هذا الكتاب كما أخبر الله عز وجل مهيمن على جميع الكتب كتاب عزيز كتاب عظيم كتاب مبارك فالمحروم من ترك هذا القرآن لذلك أنصح نفسي وأنصح إخواني تذاكروا القرآن واسمعوا القرآن واحضروا إلى مجالس القرآن وتعلموا القرآن الكريم وعلموا أبنائك القرآن الكريم لا تنقطعوا عن القرآن الكريم فتقطعوا الخير عن أنفسكم الله أكبر. وتقطعوا الخير عن أولادكم كذلك أسركم لابد كل واحد منا وجوبا أن يعلم أبنائه القرآن وأن يدرسهم القرآن وأن يعرفوا كيف يقرؤون القرآن فالقرآن ليس قضية والله قضية واحد يتزين فقط زينة ربط مع رمضان إنما واجب بعضهم شيخ ربطها مع رمضان رمضان في قرآن انتهى رمضان انتهى القرآن لا شك أن هذا حرمان كبير هذه الإشكالية نعم يمكن وكذلك يعني الدولة مشكورة وفرت مراكز ومنصات ومقار إلكترونية ومقار يعني الناس ما لها عذر الآن يقولك والله ما حصلت شيخ أو حتى بالتلفونات الآن ممكن يحضر وممكن يحفظ القرآن القرآن في بلدنا الكويت فضل الله عز وجل والله. هي من أعظم بلدان خدمة القرآن الكريم على مستوى العالم على مستوى العالم لذلك شوف شاهد قرائنا الآن كثر الله هذا كله نتاج فضل الله سبحانه وتعالى للرعاية لرعاية الدولة أسأل الله عز وجل بارك فيها وصح وبارك في ولاة أمورنا آمين لرعاية كذلك الدعاة ووجود الجمعيات والمراكز ودور القرآن الكريم يعني كل يتنافس وزارة الأوقاف تتنافس الجمعيات الخيرية تتنافس الدعاة يتنافسون الأئمة ما شاء الله في المساجد عندنا قراء متقنون متميزون يعني تجد ما شاء الله يشاركون في مسابقات عالمية ناخذ مراكز الأولى رغم أن الكويت دولة صغيرة مقارنة بدول تعدادها 200 و100 مليون وإحنا تعدادنا يعني كشعب مليون ويمكن و300 ألف فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى فالإنسان ليس له حجة وين ما تروح تلاقي في كل منطقة مسجد الآن في عن طريق يعني وسائل التواصل التطبيقات كثيرة في حتى لو أردت من خارج العام تستطيع أن تدخل وتراجع صحيح. القرآن الكريم أي والله سبحان الله يمكن من الكثير من الأعمال الصالحة التي يتفكر فيها المسلم بعد رمضان فيلتزم فيها فترة ثم بعد ذلك يتركها يتعب يفتر يعني ما هو السر في هجران الأعمال الصالحة بعد رمضان وشعور الإنسان بالملل على عكس ما كان عليه في رمضان ملازم المسجد القرآن العبادة البناء النفسي النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا يعني قاعدة يقول إن لكل عابد فترة ولكل فترة شرة ولكل فترة شرة يعني الإنسان كل واحد يعني كل عابد له فترة يعني يزداد من العبادة ثم يفتر قليلا ثم قال فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى يعني إنسان فتر ولكن مواظب على يعني الواجبات ومؤدي لهذه الواجبات
قد تأتي فترة بسيطة، ولكن إنسان عليه أن يراجع نفسه وأن يعود، كما قال بعض الصالحين لا بد من سنة الغفلة ولكن كن خفيف في النوم. يعني إنسان مرات كذي ها مثل تيلة كذي غفلة ويغفو غفوة كذي، ولكن لا تطول النومة. الإنسان كل إنسان منا تصيب فترة، لكن لا بد أن يرجع، لا بد أن يعود، لا بد أن يصدق في العزم، يصدق مع الله سبحانه وتعالى، يطور من نفسه، يهجر المشاغل التي تشغله عن طاعة الله، أن يعرف أن هناك خمس أمور تهجم عليه. هذه الأمور لابد أن يبادر قبلها. بناخذها بعد الفاصل. جزاك الله خير. إذن خمسة أمور حذر منها الشيخ حامد الكوس وذكرها العلماء قبل ذلك، حذرها النبي عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، راح ناخذها بإذن الله بعد هذا الفاصل. سأمضي طريقي ولن أنثني، ولو هبت الريح لن أنحني، سأمضي طريقي ولن أنثني. حياكم الله مرة أخرى متابعينا الكرام، وهذه الانطلاقة التي حقيقة تجدد الأفكار وتجعل الإنسان في مبادرة لهذه الأعمال الصالحة. وكان سؤال مهم في بداية حلقتنا طرحناه مع فضيلة الشيخ حامد الكوس الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمدير المساعد في وزارة التربية، حياك الله أبو أحمد مرة أخرى. الله يحييك بارك. يا هلا فيك. ذكرت خمس أمور مهمة أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. شنو هي؟ أنت الآن أحياناً تتقاعس على العمل. نعم. بس لابد أن تعرف أن فيه خمسة تهجم على خمسة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ اغتنم خمساً قبل خمس. أول واحدة حياتك قبل موتك. ما تدري الإنسان كم عمر، كم يبقى من عمرك، وهذا العمر مرة واحدة. فالإنسان إذا ضيع هذا العمر كيف راح ينجح؟ كيف راح يفلح؟ شعوره يوم القيامة بتندم كثر ما، يعني كثر شعر راسك مثل ما نقول، على ساعة ضيعها، على لحظة ضيعها، على صلاة فرط فيها، على عبادة، على صدقة ما طلعها في حياته، أموال كانت عنده، على زكاة ما أداها. بعض الناس زكاة ما يؤدي، يعني احنا خلنا من النوافل، احنا نتكلم عن الفرائض. فرائض يبخل، فرائض يعني الصلاة، خلينا نقول أهم شيء الصلاة في المسجد. يقول بعض الصالحين من يعني أدى الصلاة في جماعة فقد ملأ البر والساحلة عبادة. الله. انت الحين أول شيء أدي صلاتك، بعدين هذا رأس المال. إلى الأمور الثانية، إذا حياتك قبل موتك، ما تدري أنت متى يفجأك الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شبابك قبل هرمك. أنت في سن الشباب ما شاء الله سن تتحرك وتمشي وفي قوة وعافية، تقدر تقوم الليل، تقدر تحفظ قرآن، تقدر تتعبد الله عز وجل، تقدر تصوم، تقدر تعمل أعمال صالحة، تروح الحج، تروح العمرة. لكن لما يبدأ الإنسان يقل العمر ويعني يزداد السن، كفاءة الأجهزة لا تستمر، ماذا يحصل؟ تهجم عليك الأمراض وتهجم عليك المشاغل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وفراغك قبل شغلك. الإنسان ما يدري شنو يشغله، قد يكون مرض يشغله، قد يكون هم يقلقه، قد يكون عارض يعرض له، إنسان ما يدري. حتى بعض الناس يعني يمكن حادث يصير له ولا كذا، ولا ينسجن، ولا تصير له قضية، ولا مو شرط ينسجن طبعا عنده جريمة، يمكن قضية مالية في ناس صح. ها مسجونين شربك بشيء بدون رصيد شيء، مو قادر يطلع، مو قادر يتحرك، مو قادر يسوي الأشياء اللي يبيها. ففراغك قبل شغلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم بعد ذلك صحتك قبل سقمك. إنسان فيه صحة اليوم باكر ما يدري. أنا اليوم قاعد أسمع سبحان الله يعني أن بعض الناس شباب، هذا دش تكسر، هذا دش شلل، هذا كذا، هذا بغيبوبة، هذا كذا، هذا فلان ما قام يقدر يتحرك، هذا فلان فيه وفيه 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 وفيه، مع أن أعمارهم صغيرة. نعم سبحان الله. وفي ناس يقدر يصوم إلى سن معين، ثم بعد ذلك تبدأ الأمراض وأدوية وغير ذلك، خلاص ما يقدر يصوم، ما يقدر يصوم. وفي ناس كان متاح له يحج ويعتمر كذا، تقاعس الآن، يسجل يسجل يسجل، يبي يروح راحته ما في. إذا
هذه قضية مهمة كذلك، يعني قضية اغتنام الحياة واغتنام العمر واغتنام الغنى والغنى قبل فقرك. الإنسان ما يدري أحيانا قد يبتليه الله عز وجل بفقر، بدين يقلقه بالليل ويعني يزعجه بالنهار، وهذا أمر وارد. كم من أناس كانوا أغنياء بلحظة، ها يعني شوف سبحان الله، أنا بالكويت يعني أيام الأزمة شو اللي صار، الناس تغيرت أوضاعها من إلى وتغيرت أمورها، وناس راحت وطلعت وصارت أمور كثير. هذه الدول الآن اللي صار فيها حروب، تجار كبار في لحظة ألقوا في العراء. فالغنى نعمة، والإنسان يحافظ على هذه النعمة بأن ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، بأن يشكر الله عز وجل بطاعة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. أحد الدعاة يقول في أحد هالدول التي أصيبت بالحروب، يقول رح نوزع صدقات على بعض الفقراء، ففقير بس إنه نضيف يعني الرجل مبين، فيوم يوم عطيناه يقول إيده ما كانت ترجف مدة، فيقول إيش فيك؟ يقول أنا كنت بديت تأجر، يقول لي ما عمري مديت إيدي حق أحد، كنت أنا أعطي الناس، يقول اليوم أنا أخذ يعني كبيرة كانت يعني ما كان يودي مديده، كان مسكرها سبحان الله. ففعلا من حال إلى حال ممكن الإنسان يقلب، والله يقلب الدنيا كما يشاء. وشخص أيضا سمعنا فيه كان يقولوا له فلان يعني عندك هالخير وهالنعمة ويعني يشكر الله عز وجل، شو يقولوا يعني هالأنهار اللي تحتي وهالخير اللي عندي، وعندي من جميع أنواع الخير والغنم والمزارع، يعني بتروح هذه الأمور الله. سبحان الله، وقعت حرب ودمرت الأخضر واليابس وهجروا وسرقت أموالهم وأخذت، والآن مثل ما ذكرت مثل حال هذا الشخص يستجدي الناس ويبحث عن من يعني يعطيه الصدقة ويعطيه. نسأل الله عافية، نسأل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نسأل الله عز وجل العافية. الآن نريد أن نضع خطة للمشاهد لكي يستمر ببعض الأعمال الصالحة لما بعد رمضان، بحيث يكون المعدل ما هو معدل كبير بحيث أنه يتعب بالأعمال. الآن تدري الهمة ليست كما هي في رمضان أبو أحمد، فما هي الخطة الإيمانية التي يبنيها المسلم لنفسه بحيث ينطلق بإذن الله إلى العشر الأوائل من ذي الحجة وهو بمعدل إيماني زين، يستطيع فيه أن يكافح الشيطان وهمزاته وأن يحافظ على الفرائض وأدائها؟ خلنا نأخذ قاعدة. أيوة. الأعمال كيف تتفاضل؟ تتفاضل بتفاضل الزمان، مثل رمضان. رمضان موسم. موسم، وموسم ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا والجاد في سبيل، قال والجاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تفاضل الزمان، تفاضل المكان، مثل الصلاة في الحرم. الحرم عن 100,000 صلاة، فالإنسان يحرص إذا فاتك شرف الزمان ما يفوتك شرف المكان، مثل مكة. وكذلك شرف العمل، مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم لا شك أنه من أعظم وأفضل قربات، والإنسان لو يحفظ آية ترفع عند الله درجة كما بين السماء والأرض، فما بالك من يقرأ ويعمل به ويحرص عليه ويعلمه غير خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وشرف العامل، شرف العامل، الإنسان كلما كان مؤمنا مخلصا بلغ أعالي الدرجات. العلاقة أيضا، الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإنسان العالم العامل المؤمن ليس كالإنسان الجاهل المقصر. هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يسخر له الملائكة في السماوات والأرض تدعو له، ها كما قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة ويستغفرون الذين آمنوا. وأنت عندما تصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، تخيل دعوتك أنت في كل مسلم يصيب كل إنسان بين السماء والأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن معلم الناس الخير يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء. إذن هذه أمور قواعد تزيد فيها العبادة. ثم بعد ذلك ينطلق الإنسان إلى قضية مهمة، احرص على الفرائض، احرص على الصلاة، احرص على ترك المحرمات، احرص على تقوى الله سبحانه وتعالى، أداء حقوق الوالدين، أداء الحقوق المالية، البعد عما حرم الله، أكل الحلال، أداء الزكاة، أداء الصوم، صوم رمضان، وأداء الحج. هذه أداء فرائض هذه، نعم، تحرص على أداء الفرائض
أولا هي الأصل وهي المهمة، ثم بعد ذلك انطلق إلى القضية الثانية نوافل. يعني الإنسان مثلا يقول والله أنا بقعد بتصدق والزكاة ما يطلعها بوقتها ويأخرها ولا أديها كاملة، يقولك والله أنا ببلي اليوم مسجد، عندك زكاة يا أخي، أدي الزكاة هو شيء أهم من المسجد، أهم المسجد. واحد يقولك والله أنا والله بقوم الليل اليوم صلاة الفريضة في المسجد وأداء الصلاة ومقعد يأدي الصلاة، طيب أنت أحرص من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ثم بعد ذلك ينطلق الإنسان إلى بقية الأعمال من النوافل يحرص عليها، صلاة الوتر، قيام الليل ما استطاع، صلاة سنن الرواتب، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، يحرص بين فترة وفترة أن يؤدي صلاة الضحى، صلاة الأوابين قال صلى الله عليه وسلم حين ترمضوا الفصال، هذه صلاة الناس اللي يعودون ويؤوبون إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء، الدعاء من أفضل ما يثقل الميزان ويرفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك يحرص الإنسان على الذكر لله سبحانه وتعالى في كل آن وكل حين من الصباح والمساء، هذه كذلك من أفضل القربات. إذا الإنسان يحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى، هذا من أفضل القربات. ممتاز. أيضا من الأمور التي يحرص عليها المسلم خاصة بعد رمضان ودخولنا إلى مواسم القريبة من عشر الأوائل من ذي الحجة، موضوع العمرة والحج والذهاب إلى العمرة والحج، وبدأت الناس تستثقل هذه الأمور، علما أنه مما يروى عن ابن عباس أن ليلة القدر قال يكتب فيها أسماء الحجاج يسطر فيها، سبحان الله. لا شك أن هذه الليلة الله عز وجل قال فيها يفرق كل أمر حكيم، أن هذا لا شك أنها يعني يكتب فيها يعني كل ما هو صائر، كل ما هو مقدر العام الذي بعده. فلا شك أن العمرة والحج والذهاب إلى المساجد الثلاث وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه من القربات العظيمة، صلاة في مسجدي هذا عن ألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة. وإذا الله عز وجل كتب لنا عمر واستطعنا إن شاء الله أن نروح المسجد الأقصى الصلاة فيه عن 250 صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن المسجد الأقصى ولنعم المصلى هو، نسأل الله أن يكتب لي ولك ومن يسمعنا صلاة فيه قبل الموت. اللهم آمين يا رب العالمين. بعض الأخوات اتخذت قرار الحجاب في رمضان والآن في مرحلة تردد، هل أستمر ولا ما أستمر؟ فما هو التوجيه أول شيء؟ رقم اثنين، ما هي العبادات أو حتى من العلاقات والعادات التي تؤدي إلى استمرار البنت في تمسكها بالحجاب لفترة ما بعد رمضان؟ لابد أن تعرف الأخت المؤمنة أن الحجاب فريضة من الله سبحانه وتعالى لا شك فيها، بنص القرآن ونص السنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تضرب الخمار على رأسها وتغطي جيبها يعني تغطي هذا الصدر. وأمر الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذن، لبس الجلباب الساتر المغطي للجسد وتغطية الرأس، ولا شك أن هذا من القربات. وبعض العلماء يعني اختلفوا في قضية تغطية الوجه، ولكن الواجب هو تغطية الرأس وتغطية الجسد باللباس الساتر بالجلباب الساتر، هذا أمر رباني، والمرأة ليس لها إلا أن تمتثل أمر الله حتى يكون هذا الحجاب عونا لها على طاعة الله ورضوان الله سبحانه وتعالى. وبعدها عن الحجاب هذا لا شك أنه أمر ليس يعني يعني محمود لها، وإنسان يحاسب على أوامر الله سبحانه وتعالى والطاعات التي يفرضها الله سبحانه وتعالى عليه. فالحجاب ليس فقط لرمضان، أي استمر لما مستمر حتى يستمر معها الأجر ورضوان الله عز وجل. هل تريد أن تستمر برضوان الله؟ تستمر بالحجاب. إذا تريد أن تستمر برضوان الله تفعل الواجب بالحجاب. أسأل الله عز وجل
أن يوفق يثبتهم يا ونسدد أخواتنا وبناتنا وجميع من يسمعنا الآن لأداء هذه الفريضة جمالها بحجابها عندما يكون بحجابها جزاك الله خير وسترها خير لها من تبرجها نسأل الله عز وجل وفقه اللهم آمين جزاك الله خير أبو أحمد على هذه الإطلالة الجميلة والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام نشوفكم على خير ومع السلامة وينبض صوت